أريد نداك إسعاد ووهج رؤاك وقاد، عليك تعول الفصحى وتسترجيك أمجاد. أتيت لتخبر الدنيا بأن مدارك الضاد، وأن منارك القرآن والأفذاذ رواد. فمال القاصدون على صنوف العلم وارتادوا. معكم الدكتورة أميرة زبير رفاعي سمبس، أستاذ فقه اللغة المشارك في قسم اللغة والنحو والصرف كلية اللغة العربية جامعة أم القرى سابقا. شرفني الله بأن أكون من مواليد مكة المكرمة، مهبط الأفئدة والقلوب، بها تتعطر النفوس وتنطلق الألسن بذكر الله. ترعرعت في حي الخنساء في منطقة المعابدة، وهي تبعد عن المسجد الحرام 6 كيلومترات. متزوجة من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن سعود، ويعمل في وزارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة. لي ابنة وحيدة اسمها رغدة، وهي أخصائية العلاج الطبيعي في مستشفى سليمان فقيه بجدة. ولي أيضا منها حفيدة اسمها أميرة. أيضا لي 4 أخوات هن طبيبات، هن دكتورة نبيلة استشارية النساء والولادة، والدكتورة ألفت استشارية الغدد الصماء الأطفال، والدكتورة عبير استشارية كل الأطفال. ولي 3 أخوان أو إخوة، أنس وهو يعمل في المركز الوطني للحماية الفطرية سابقا، ونبيل وهو يعمل في وزارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وعبد الله ويعمل مهندسا في أمانة العاصمة المقدسة. بالنسبة للإنجازات العلمية، فقد أنعم علي الله سبحانه وتعالى بالعديد من الإنجازات العلمية، لعل في مقدمتها رسالة الماجستير وعنوانها آراء إبراهيم أنيس اللغوية دراسة وتحليل، وثم رسالة الدكتوراه أو بحث الدكتوراه وعنوان البحث الظواهر اللغوية في العربية الفصحى للإذاعة السعودية البرنامج الثاني، وخصصته لنشرات الأخبار. بالنسبة للبحوث، لي العديد من البحوث الكثيرة في مجلات علمية محكمة، لا يسع الوقت ذكرها جميعا، لكنني سأذكر أهمها. منها السمات اللغوية في صحيفة أم القرى في ضوء إسهامها الإعلامي والإداري، وأيضا واقع النتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديات في جامعة أم القرى، والخصائص اللغوية للهجة الحجازية مستمدة من الأمثال الشعبية، وألفاظ المعرب والدخيل في القاموس المحيط للفيروزابادي دراسة دلالية، وأهمية علم الأصوات في تعليم اللغة العربية للناطقين بالعربية وبغيرها، وأيضا المشكلات الصوتية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ثم أيضا ألفاظ الدواء في القاموس المحيط للفيروزابادي دراسة دلالية، والصناعة المعجمية الحديثة، المعجم العربي للطلاب نموذجا، وغيرها كثير. هناك بعض الشخصيات التي تأثرت بها على الصعيد العلمي، لكن أكثر شخصية تأثرت بها عندما كنت منذ الصغر أحب تخصص النحو والصرف منذ المراحل الأولى، أقصد بها المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. لذلك عقدت العزم على أن أتخصص في النحو والصرف. طبعا بعد تعييني معيدة في القسم كلية التربية للبنات، وكنت الأولى على الدفعة حينذاك. في مرحلة تمهيد الماجستير كان الأساتذة الذين يدرسون لنا كانوا يودون أن يشرفوا علي، ولكن في الحقيقة كان هناك أستاذ استطاع بأسلوبه العلمي، بكرمه العلمي، بطريقته الشائقة، أن يحببني في تخصص آخر وهو علم اللغة. فتحولت من تخصص النحو والصرف إلى تخصص علم اللغة، وبذلك هذا يعني
يعد من الشخصيات التي أثرت فيا كثيرا وأشرف علي في مرحلة الماجستير، وهو الأستاذ الدكتور البروفيسور عليان، الدكتور عليان الحازمي، وكان حين ذاك يعمل عميدا لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى، فله عاطر الشكر ومفخور التقدير والدعاء الصادق بأن يمد الله في عمره وينعم عليه بدوام الصحة والعافية. بالنسبة للتحديات التي واجهتني في الجامعة، أعتقد أنه من أكثر التحديات أو أعمقها التي أثرت في أنني عندما كنت في المرحلة الجامعية كانت مكتبة الكلية يعني متواضعة في محتوى التخصص، فهذا الشيء دفعني إلى السفر إلى مصر للبحث عن هذه الكتب في علم اللغة سواء كانت قديمة أو حديثة. فزرت دار الكتب المصرية، زرت مكتبة جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، ومكتبة قديمة أرشدني إليها المشرف، أعتقد اسمها مكتبة خربوش في وسط البلد، وكنا ننحت في الصخر لنبحث عن أي كتاب يفيدنا. ولذلك أنا أغبط الباحثات في هذه الأيام التي يعتمدنا على الكتب الموجودة في الكتب الرقمية أو في المكتبة الرقمية، ويعني يعتمدون عليها دون الرجوع إلى المراجع الورقية المطبوعة. وصراحة كان الدكتور عليان الحازمي حفظه الله يمدنا بالكثير من الكتب الحديثة، كان يحملها إلينا في المحاضرات ونطلع عليها ونصور بعضها. وكنا أيضا يعني من التحديات أو الصعوبات، كنا إذا احتجنا إلى بعض الكتب الإنجليزية ولا نستطيع أن نفهم الفهم الدقيق لها، نلجأ إلى بعض الأستاذات المتخصصات في اللغة ليقومنا بترجمة الكتب لنا، ويعني طبعا مقابل مبلغ مالي نظير خدمتهم لنا، والحمد لله على كل حال. أما بالنسبة للتحديات التي كانت في أثناء البحث، فأعتقد أن أتذكر أن الدكتور عبد الله ربيع رحمه الله تم تعيينه مشرفا علي في مرحلة الدكتوراه، وكان نعم الأساتذة من نعم الأساتذة، ولكن أشرف علي عاما واحدا وبعدها انتهت مدة تعاقده كعادة التعليمات أو التعاقد مع الأساتذة. فكنت أتواصل معه ولكن بصعوبة نظرا لإقامته في قرية في مصر تسمى بدملو في محافظة بنها. صحيح كانت الجامعة يعني تجعله زائرا لمدة سنتين، بس لمدة أسبوع تستضيفه كزائر، لكن لمدة أسبوع وهذا لا يكفي، فاضطرنا الأمر إن نتواصل معه. ولكن كانت هناك صعوبة لأنه لم يكن هناك نظام الإيميل أو البريد الإلكتروني ولا الواتس، فكنا نعتمد فقط على الفاكس وأيضا الاتصال تليفونيا، ولكن كان برضو يتعذر الوصول إليه لضعف الشبكة في القرية. فكنا يعني نذهب، كنت أذهب مع زوجي حفظه الله إلى مصر لنزوره في بيته لكي يطلع على ما كتبته وطبعته من صفحات في الرسالة، إلى أن استطعت أن أنهي هذه الرسالة. وكان هذا الحلم يعني ربما في ذلك الوقت كان مستحيلا بالنسبة لي. كنت أسائل نفسي، هل سأحصل على درجة الدكتوراه؟ هل سأنتهي من رسالة البحث؟ نظرا لأن الدكتور بعيد عني، وإن كنت أعتمد بعض الله على نفسي كثيرا، ولكن الحمد لله ربنا لم يخيب أملي ومنحني درجة الدكتوراه في هذه الحياة. وأرجو إن شاء الله أن أقوم بدوري في خدمة طلبة العلم في هذه الحياة بإذن الله تعالى. يعني إرادة الله ولا نقول مصادفة، فقد أراد الله أن أشترك في الموسم العلمي الثاني الذي أقيم في تركيا في إسطنبول عام 2016 ميلادية. وهناك التقيت بسعادة الأستاذ أو الدكتور عفوان سيف السويدي،
وحصلت يعني او حصل تعاون بيني علمي بيني وبين المنصه، فرشحني عرض علي الترشيح لان اكون عضوه في اللجنه الاستشاريه العليا. ولما اطلعت على هذا المشروع الواعد وكانت رسالته واضحه من حيث الاطار العلمي والاكاديمي، وافقت على الانضمام الى اللجنه الاستشاريه التي كانت تضم حينذاك نخبه من الاساتذه، هم الدكتور سيف السويدي والدكتور الاستاذ الدكتور سلوان العاني والدكتور عبد الرازق مختار محمود، وطبعا الدكتور أميرة سنبس والدكتور عدي الراوي والأستاذ معد الحاكم والأستاذ حسن خليفة العثمان. بعدها بمدة رشحني الأعضاء اللجنة لأن أكون نائبة رئيس اللجنة الاستشارية العليا بالمنصة، فسعدت لأني تشرفت بهذه المهمة، وكانت تكليف قبل أن يكون تشريف. واستمريت في العمل التطوعي بالمنصة في اللجنة الاستشارية، شاركت في إنساء مع بقية الأعضاء مواد النظام الداخلي للمنصة، كذلك النظر في المشاريع ومناقشتها، حضور الاجتماعات المتكررة التي انبثقت بعد ذلك منها أقسام عديدة منها قسم الترجمة والتدقيق اللغوي. وقسم الترجمة كما تعرفون يعنى بترجمة بتدقيق النصوص التي تذاع في منصة أريد، وهذا القسم يتضمن هيكله التنظيمي من الرئيس اللجنة أو القسم من الأعضاء والذين ينتمون إلى عدة جامعات عربية، ولكل منهم عمله ومهامه المنوطة به. ويهدف قسم التدقيق اللغوي إلى ضمان سلامة المضمون النص المكتوب والمنطوق وخلوه من الأخطاء اللغوية والتي تساعد الكاتب على الإلمام بأخطائه، كما يهدف إلى إضفاء كل معاني الجودة والسمو عن النص. طبعا مجالات التدقيق اللغوي كثيرة، لكن أهمها أننا ندقق ما يلي: الإعلانات التي تصدر على المنصة، البيانات والمواثيق التي تصدر على المنصة، عقود الشراكة بين منصة أريد والجامعات، أيضا المجلات العلمية المحكمة التي تصدر عن منصة أريد، كتاب الملخصات، كتب قسم النشر الإلكتروني الذي يعني موجود في المنصة. أعضاء لجنة التدقيق اللغوي طبعا الدكتور أميرة سنبس رئيسا، والأعضاء هم الأستاذ الدكتور صالح المذهان من الأردن، الأستاذ الدكتور محمد الدحماني من المغرب، الأستاذ الدكتور عبد النبي سفير من المغرب، والدكتور بدر الدين الزيتي من المغرب، والدكتور بلال البراق أيضا من المغرب، والأستاذة الدكتورة لمياء الشمري من العراق، والدكتور بسام الأغبر من فلسطين، والدكتور فادي عصيدة من فلسطين، والدكتور أيضا صلاح دراغمة من فلسطين، والأستاذ خالد الآغا من فلسطين، والدكتورة أنجب غلام نبي من المملكة العربية السعودية، والأستاذة ميمونة بنتن من المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد حجاج من مصر، والأستاذ مجاور السكران من مصر. حقيقة يعني هناك العديد من الإنجازات ممكن يعني نجملها في ما يلي: أولا عقد الدورات التدريبية، عقدنا كذا دورة تدريبية لعل من أهمها ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، وأيضا المدقق اللغوي المحترف. أيضا من ضمن نشاطات أو إنجازات المنصة إلقاء المحاضرات الدولية والندوات الدولية العديدة، أذكر منها ندوة أساليب رفع الكفاية اللغوية عند طلبة الجامعات، وأيضا الأمن اللغوي وسبل الوقاية من مخاطر المحتويات الرقمية، وأيضا مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأيضا إشكاليات الترجمة والتعريب وصلتها بالتدقيق اللغوي. لدينا أيضا بعض الفعاليات التي لم تنفذ بعد ولكننا سننفذها بإذن الله، منها في شهر أغسطس أسبوع اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، دورة لإبراز محاسن اللغة العربية وتعزيز رغبة الطلاب فيها عن طريق بعض الكتب التراثية القديمة التي تساعدنا على تحقيق الهدف،
ودورة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، طبعا المستوى اللغوي الأول للمبتدئين في أكتوبر، وندوة واقع تدريس علوم اللغة العربية في الجامعات، الإشكاليات والحلول في شهر ديسمبر، أي في منتهى في نهاية عامنا هذا 2023. أيضا الاشتراك في تأليف كتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، وكتاب معجم المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكتابين عن رحلات أريد العلمية بالنسبة لرحلة إندونيسيا ورحلة المغرب. منصة أريد هي الحياة العلمية الموفقة والمستقبل المشرق بالنسبة لي شخصيا. غيرت حياتي الأكاديمية كثيرا، لا سيما بعد أن يعني استمريت في العطاء العلمي، فقد جعلتني أكثر إقبالا في الاشتراك في المؤتمرات، في المحافل الدولية التي تقيمها الجامعات في مختلف البلدان العربية والإسلامية، وأيضا كانت أكبر دافع لي لنشر البحوث العلمية، سواء كانت في مجلات أريد العلمية المحكمة أو نشرها في أوعية النشر العلمية في مجلات الجامعات المحكمة. منصة أريد لها دور فاعل وبارز في تبادل الأفكار بين الباحثين، وستسهم في زيادة الاستشهادات في الأبحاث، مما يزيد من معامل التأثير، وهذا بدوري يرفع الأداء والمستوى الجامعي في التصنيف العالمي. أيضا ستسهم في تطوير التعليم الجامعي والتعليم في الدراسات العليا لاستخدامها تقنيات التعليم والتعلم الرقمية في تقديم المحتويات. سبق أن ذكرت أن هناك مشاريع اشتركت بها، صراحة قليلة هي، وأتمنى أن تزداد على مرور الأيام. كتاب مع زملائي، اشتركنا في تأليف كتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله. أيضا اشتركنا مع القسم التربوي الذي يرأسه سعادة البروفيسور عبد الرازق مختار وفريقه العلمي، عنوانه معجم المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا هناك كتابان آخران في الثقافة، هي رحلة أريد العلمية، رحلة إندونيسيا والمغرب. طبعا هناك أبيات كثيرة قيلت في منصة أريد وفي المهام التي تقدمها للباحثين الناطقين بالعربية، وهي تستحق ذلك وأكثر. ولكن أتذكر أبياتا للأستاذ محمد العرافي وهو يعمل في وزارة التربية والتعليم في مكة المكرمة، أهدانا أبيات كثيرة، لكن سأحاول أن أذكر بعضا منها، وهي بعنوان أريد نداك إسعاده. يقول في أبياته: أريد نداك إسعاد ووهج رؤاك وقاد، عليك تعول الفصحى وتسترجيك أمجاد، أتيت لتخبر الدنيا بأن مدارك الضاد، وأن منارك القرآن والأفذاذ رواد، فمال القاصدون على صنوف العلم وارتادوا لهذا المحفل العلمي قبلة علم من جادوا، فنالوا من فوائده ومن أبحاثه ازدادوا، ومثرونا بمختلف المعارف مثل ما اعتادوا، تصانيف ومؤتمرات أبحاث وإعداد، وسعي في جديد العلم يستوحيه قواد. أريد منصة الإلهام والأعلام أجواد، يآلف بينهم عهد على الإبداع يزداد، ولا تثني عزائمهم عراقيل وإجهاد، فحمدا للذي أهدى وطوبى كل من جاد. في الختام أشكركم على هذا اللقاء الشائق الذي استضفتمونا فيه، وأقول شكرا مضمخا بالامتنان تقديرا لمنصة أريد العلمية والقائمين عليها، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور سيف السويدي الرئيس والمؤسس التنفيذي لمنصة أريد العلمية، على جهوده الزاخرة بمعاني النبل والوفاء، فجزاه الله خير الجزاء. شكرا جما للأمانة العامة لمنصة أريد، شكرا للهيئة الاستشارية العليا،
شكرا عاطرا وتقديرا وافرا لكل قسم من أقسام منصة أريد العلمية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.